انزين ثانك يو سعد جايز الدبل ما يروح ما يروح ما يروح ما يروح الدبل 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 ما يروح مهرجة 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 بيحكي مع هنا فردوس يرضيكم الحكي الماسة إذا يموت فجأة أروح لا تبعدي بمراقبتني أنا غيري وحصل لي ويجيك الموت فجأة ليش ساكت؟ أنت بمصر الحين قاعد؟ ايوه أي مكان مصر؟ ايه في أي منطقة بمصر؟ القاهرة ما شاء الله بس ما شاء الله عليك حلو حلو هانسون شكلك يبين جنتلمان ايوه اقرا الكومنت ما بس مش واخد راحتي جايز تحترموا نفسكم اللي عندك تحترموا نفسكم احترموا نفسكم اللي في بيت جمعوا راسكم والله احترموا نفسكم ايش فيكم ايش فيكم ايش فيكم احترموا نفسكم حشومة والله عيب لا الأحكام الأحكام من كم على كم يا مهرجة مهرجة أنت تحب الحكم الحكم من كم؟ بالعادة 5000 ماشي يقولوا لي على 500 ايش فيكم 500 حكم مجانين انتو خايفة يا خايفة 5000 أحسن حتى إذا انحكمت 5000 عادي $300 إيش يعني صح؟ ذكرني ذكرني انزين تشرفت فيك ان شاء الله نشوفك على خير باي باي بس كيف انجز ما اعرف انجز والله ما اعرف انجز
كنت عاوز اجيب ماما واجي ازور. الله استنى عم بيرو، ما بتعرفيش عم بيرو عسلية. كنت عايز اجيب ماما واجي ازور هتجيب ماما بتيجي تزورني اللي بقى؟ عشان ماما عايزة تشوفي. تنور الدنيا يا عم ابراهيم. والله اشوف امال مين اللي جنبك دي؟ انا اختها امال مش شايف؟ وريني كده الشكل كده. مامتي عسلية، خد بالك. انا اهلا، دي مامتك. مامتك تصوري شبهك. ما اكيد، امال ايه؟ ما مامتي مش فاهمة، اكيد لازم تكون شبه. السؤال ده عم ابراهيم، انت عامل ايه؟ تمام كويس، اخبارك ايه واخبار الصحة؟ مش مبسوط مش مبسوط ليه؟ لان انا ما جريتش انا وانت في المدينه. ونلف في خمسات. ايوه، واول لما احصلك اشيلك. اوبا، وتركبنا على الحصان الابيض. بعد ماشي. يعني نجري ورا بعض في النجيلة، ولو حصلتك أشيلك وانا اخدك الف بيك عشرات. وتقولي لي خلاص كده كفاية، نزلني يا بودي نزلني. ايه يا بودي يا بودي؟ ماشي يا بودي. عم بيرام خد بالك، راجل جدع عنده 50 سنة بيدور على ست في سن الستين. ايوه، ومامي لما قلت لها قالت لي انا عايز اشوفها، فانا قلت لماما وعاوزه تشوفك. مامتك فين؟ مامتك فين؟ عامة مغاصة. ماما؟ يا بنتي ده عامة مغاصة، عم راجل عسلية. بص عامل ازاي؟ يا جدعان الليفل اللي لسه داخل، لسه ليفل 45 ده يا جدعان، اسمه ايه يا جدعان؟ امسكوه من دماغه، سلسلوه، اوعى يخرجوه من اللايف. ليفل 45 لو خرج هنزعل من بعض، الناس تمسك وتسلسله. عم ليفل 45 الاقي امك تتجوز، ابعت لي حقوق. محمد نورك يا محمد نورك. ماما انت عامل ايه؟ اخبارك عم ابراهيم؟ بالك اكلت النهارده؟ ما اكلتش لسه. عارفه ماما، عارفه عم ابراهيم ماما لما بيجي ياكل بيزرط الاكل كله في 5 دقايق. بسم الله ما شاء الله، معده اوروبيه، فلبينيه، مصريه، ايطاليه، افريقيه. حبايب قلبي سعدين اللي فتحوا لك الدبل دبل يا ربع دبل. يسلم ايدك، بوم 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 بوم. ده دخلوه جلاكسيكا. يصلح حالك، ارحب يا جلاكسيكا. تسلم ايدك، تسلم ايدك. الله يسلم، عم ابراهيم سامعني؟ يسلم حالك. سامعك، انا معلش كنت بعمل، كنت بعمل احكمك. مكالمة. الو الو، ثواني بس، ثواني بس.
شبه يلا العسل يلا يعني. انا حبيبي دي الشقاوة دي. انت ايه بصي بتفاجئ. انا جايب سكور 2000 يا عم ابراهيم، خليك بتفاجئ. راجل جدع. ايش حكمك؟ ماشي، هتقول كفو الداعم اللي عندي يورو 10 مرات. كفو الداعم اللي عندي يورو، كفو الداعم اللي عندي يورو، كفو يورو الداعم يورو يورو. يورو مين؟ جلاسكو، كفو جلاسكو، نورك يا جلاسكو، كفو 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 جلاسكو، كفو جلاسكو، كفو جلاسكو، كفو جلاسكو. سيدينك يا مخوسي، سيدينك جولة كمان، الله يبارك لك. جولة كمان عشان الدعم يدعمني بقى ونجيب حق الايه لبس الجامعة والكلام ده، فاهم؟ المهم يا عم ابراهيم، برضو انت اخبارك ايه كده؟ هما انت كده زنقتني يا ماما بالراحة، انت مش عايز توسع بالراحة، اموت انا في ال 80 كيلو. مش عايز توسع. يلا يا رجالة نكبس نكبس، شير 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 وتكبيس. حيين يا مخفي حيين. الله اكبر عليكم يا جدع، سوكم يسعد قلبك وحياة ربنا. انت اللي غدرت بيا يا مخفي؟ غدر بيك اه الصراحة، غدر بيك جامد. خد بالك اللي عندي مطنوخ، بسم الله ما شاء الله، كسبني كده محبة. نكبس يا ربعي، نكبس ايد واحدة ما تسقفش، نكبس الليفل 50. والله يا جلاكسيكو داعمين الليفلات ال 50، ما هماش جدعان قدك. هو فين ليفل 50 ده؟ لا بقول لي هو بيدعي لي يا رب يجيلي ليفل ده 50، فانا بقول له ان انت يعني وافي، كفايه بس ان انت بتفرحنا كده محبه. ربنا يرضيك كده ويعطيك من فضل الله. امين يا رب قلبك. العالمين وفرح قلبك دبل يا جماعه، ما احلى قلوبك والله ما احلى. الله يسعد قلبك يا وافي، والله وافي 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 دبل يا رجاله. 20 نقطه سهله سهلة سهلة إن شاء الله. عطر يا رجالة، عطر عطر، الله يبارك لكم. 20 نقطة سهلة، افتحوا لي الدبل عطر. عطر يا رجالة، عطر عطر. حي عينك حي عينك حي عينك. عم إبراهيم شكله عمال يتصل بالداعمين. عم إبراهيم خلي حد يفوزك الجولة دي دبل يا جماعة. بنودع اللي راح وبنقفل اللي غنوا. دبل يا جدعان، دبل دبل والنبي عايزين نشد مع بعض على الدبل. كفاية حي حي اي حاجه ضرب بخمسه. التليفون ده يتشن. عدي بس عدي بس عدي بس، الشنطه هيضرب، القفاز هيضرب، القفاز بوم بقى بوم بوم بقى بوم. يسلم بوم يسلم بوم يا جالكسيكو، القفاز ما بيضربش ليه؟ يسلم ايدك والله، يسلم ايدك. القفاز ما بيضربش ليه؟ يسلم ايدك، الله يهني قلبك، الله يهني قلبك. انا عايز القفاز يضرب ما بيضربش ليه؟ يسلم ايدك والله، يسلم ايدك ما ضربش خالص. تسلم ايدك، الله يهني قلبك يا رب، الله يهني قلبك. القفاز ما اشتغلش كده، حرام والله، اقسم بالله حرام. يسعد دينك يسعد دينك. ايوه قول له، هقول له ارحب يا مهراجة، ارحب يسلم ايدك. خلاص لا يسلم، لا 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 يسلم. خد بالك يا عم ابراهيم، عم مهراجة الله يسلم حالك يا جالكسي. ابغي اشوف لك مستوى، الله يعزك، ابغي اشوف لك حدا. الله يعزك، يلا كورك يا ابو، خلاص كده المهرجة وصل، خلاص الله يعزك يا جالكسي. حيتين يا المهرجة، حيتين. الله يعزك، الله يعزك يا جلكسيكو. حبيب قلبي يا عم، حبيب قلبي، الله يعزك يا رب. يا جلكسيكو انت بتخبط بقى في الشخص، كفايه وجودك والله، انت بتكبسر بقى في الشخص. ايوه جلكسيكو، ايوه اضرب يا عالي يا عالي، قلب للعالي منور يا غالي، وسع المداخل الليفل العالي. ايوه ايوه برو، الله يحلى بالقدس جالكسيكو، هوب هوب يا هوب جالكسيكو. عالدغري وبيبو
عالدغري اخر الثواني اسكت بس اشوف لك مستوى بقى. يلا يسلم ايدك يا جلاكسيك ويسلم ايدك الله يعزك الله يعزك يا رب. خد بالك لابس لك البدله البيضة وعامل لي فيها عامل دمر حسني عام 2006 والشغل ده. يلا بقى وريني بقى المستوى بقى. بقولك يا عم ابراهيم بقولك ايه فين النضاره بتاعتك اللي انت بتلبسها دايما وكده؟ يسلم ايدك يا جلاكسيك ويسلم ايدك. شغل اغنيه يا رب سامسون. طب بقول لك كمان يا عم ابراهيم معلش ده هو نحكمه بقى يا عم كريم نحكمه بالاعلي نحكم عم ابراهيم. خد بالك عم ابراهيم راجل جدع وبينفذ احكام. السلام عليكم. شلونك يا اخوي؟ شلون صحتك؟ تلعب جولة؟ سلام. كيفك؟ الحمد لله. انت؟ نلعب جولة. لا في سامب مرسي. بدناش كتفك فقط. بدناش كبصة. سلام سلام. يلا بنات شو بدك ليه؟ شو ما فيكش تقولين؟ ليش فجأة؟ بلاش كبسة. كبسو بارتاجيو. ميرسي بور لو بارتاج. ساكرة بزاف مرتي. لا بلاش فغي كبسو عفاك كبسو بارتاجيو. كبسو. عبيصة. هل عندك من عالم؟ عندي عالم واحد هو المغرب. العرندس. اللقلاق. الهضنفر. لبس عليك الحمد لله. هلا هلا يا المهراجة. نلعب جولة؟ نلعب على أحكام؟
على احكام ولا على ايه؟ يلا مفيش يا حبايبي، سلامتكم. مفيش حاجة والله، مفيش معانا غير المتهالك اللي بنلعب معاه ده. اكسبوه يلا. شدوا حبايبي، شدوا حبايبي. أهلين مافيا، أهلين. انت فاكرنا ايه؟ ايه مش نالين عين كلنا لكن احنا جماعة نحكم بس. انت في صورة شدوا حبايبي، تكبيس وشيش. شدوا حبايبي، صح يا أصدقاء الملك، يا أصدقاء انتوا بتزهقوني ليه يا اصدقاء؟ مالكم مالكم، انتوا مش حلوين خالص، انتوا يا اصدقاء مش حلوين خالص ولا طعمين. حط لهم شوية ملح، انتوا يا حط لهم اصدقاء شوية مش سكر حلوين ولا طعمين خالص. خلاص. ايه يا اصدقاء كده؟ مساكر مش طعمين ايه يا اصدقاء؟ بقولهم مش طعمين ليه يا أصدقاء؟ حط لهم شوية سكر، والله حط لهم مرق اقف الدجاج. على الجولة دي، بعد الجولة دي اخذ القرار. هتعتذر البرنامج وتريحنا؟ قولي لي يا غادة، اتفضل يا المهرجة، ممكن اطلب منك طلب؟ يسعد لي قلبك. ايه الحلاوة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ يا غادة، ممكن توقفي الصوت اللي عندك عشان اوكي، شيء خلاص خلاص، احمد عدوية خلاص ركنناه. ممكن اطلب منك طلب يا خدع؟ اتفضل يا المهرجة. الله، انا اول مرة اشوف المهرجة بيتكلم بالطريقة المهذبة طبعا الجميلة. طبعا 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 يا خدع، طبعا. اتفضل. طلب منك طلب، في كلام انا بحبه وعاوز اسمعه منك. ممكن أعرف إيه اللي بيضحك في كده؟ لا، أنا عندي اللي قالوا نكتة فضحكت عليها. أنا في كلام بحب أسمعه، يا ريت تقولهولي يا غادة، يا ريت آه، تقولهولي كلام بحب. بتحب إيه؟ بتحب إيه؟ أنا أعرف في ناس بتحب تسمع كلام حلو عليها، في ناس مظبوط، بتحب هقول لك، تسمع هقول لك، هقول لك، كلام حلو.